أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أكد أن برنامج تنمية الكوادر الوطنية الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يمهد الطريق لتكوين كوادر وطنية وقيادية شابة تسهم في مسيرة البناء والتنمية وتحقق أهداف الاستدامة في مختلف المجالات التي تبنتها رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، معربا عن ثقته التامة في استمرارية نجاح هذا البرنامج في صقل وتطوير الكفاءة البحرينية. جاء ذلك لدى استقبال وزير الإسكان منتسبي برنامج النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الوطنية، وذلك في إطار زيارتهم التعريفية للوزارات والمؤسسات الحكومية للتعرف على طبيعة عملها عن قرب. خلال اللقاء أشاد المهندس الحمر بأهداف برنامج تنمية الكوادر الوطنية التي ترتكز على رفع مستوى الكوادر الوطنية الشابة مهنيا من خلال برامج تدريبية مكثفة تتمحور حول طرق البحث والتحليل والقيادة، بالإضافة إلى التعرف على آلية صنع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية من خلال عملهم بشكل مباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار. قدم وزير الإسكان شرحا حول خطط وبرامج وزارة الإسكان وجهودها نحو توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود تحت مظلة الأمر الملكي السامي بشأن تنفيذ وتوزيع 40,000 وحدة سكنية، وما تم إنجازه على صعيد تنفيذ ما ورد من التزامات إسكانية في برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن الوزارة تحقق تقدما كبيرا ومستمرا على صعيد تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية بفضل تقدم نسب الإنجاز في مشاريع مدن البحرين الجديدة والمؤلفة من 5 مدن هي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة ومدينة خليفة وإسكان الرملي، حيث قدم شرحا موجزا حول رؤية الوزارة لتنفيذ تلك المدن. كما تطرق الوزير إلى مميزات تلك المدن التي يتم تشييدها وفق أحدث المفاهيم العصرية وتمتاز غالبيتها بالواجهات البحرية والسواحل وتوفر كافة المرافق والخدمات الأساسية والمتنوعة بها، ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير أفضل مقومات بيئة للسكن بما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي. كما قدم الوزير شرحا حول خطوات الوزارة بشأن تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشهد تقدما ملحوظا، حيث تمكنت الوزارة من تقديم تسهيلات فيما يتعلق بالتمويلات الإسكانية للمواطنين على رأسها برنامج مزايا الذي يشهد تطورا كبيرا منذ تدشينه ووفر ما يفوق 2500 وحدة سكنية للمستفيدين، بالإضافة إلى بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع شركات التطوير العقاري. تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير السياسات الإسكانية بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة التعاون المبرمة بين الطرفين في هذا الشأن، حيث تسعى الوزارة إلى تقييم الملف الإسكاني ووضع التصورات المستقبلية التي ستحدد آلية العمل ورؤى تطوير الخدمات الإسكانية. عقب لقاء وزير الإسكان قام منتسبو البرنامج بجولة تعريفية في إدارة الوزارة المختلفة ومركز خدمات الزبائن للتعرف على آلية العمل والإدارة في وزارة الإسكان.